مقسم الى اقسام. What are the troubadours? What is the meaning of the troubadour? What are the troubadours? Who are they? What do we know about them? Meaning and explanation. كلمة troubadours وله السجن لكي تعني شعراء التروبادورز. Okay. فمن هم؟ ما هم؟ والكلمة troubadours ما هي؟ ما هي هذه الكلمة؟ ما أصلها؟ لكي نثبت ونوضح تأثير العرب المسلمون في هذا النوع من الشعر الفرنسي بالتحديد، نحاول أن نستدرك بنظرية ما إلى الأثر، إلى الاتصال، إلى التأثير ما بين الإسهام العربي أو التأثير العربي مع هذا النوع من الشعر. إذن كلمة troubadours ماذا تعني؟ والtroubadours كشعراء من هم؟ يبقى في النقاط القادمة سنتطرق إلى مجموعات ليس تعارف بقدر ما هي شرح شروحات عن شرح معنى كلمة troubadours وأيضا من هم شعراء troubadours. As you see, as you watch, several researchers they confirm saying that the word troubadour as a single is composed of two words. It consists of compounded of two words. Can anyone from the available here can share, can tell what are these two expected words? We have Dr. Kamal. We welcome Dr. Walid. كلمة troubadour كما يقول الهيستوريانز أو الكريتكس المنظرون النكات في هذا المجال، كلمة troubadour أصلها ولها ارتباط كونها مقسمة إلى قسمين، يمكن أن نرجعها إلى أصلها بقسمين. هل أحد عنده فكرة ممكن يشارك بلمحة معينة؟ من؟ troubadour troubadour. Nobody. ما في حد. طيب. Let's go and say what we have. Those researchers they say that troubadours شعراء الغناء بروفنسال أصلها عربي. Its origin is Arabic because it is used from an Arabic word. This Arabic word is divided into two segments, two sections. They have two Arabic meanings. Troubadours, أو troubadour ككلمة مثل ما قلنا أصلها عربي لأنها مقسمة كما يظهر لنا إلى كلمتين. الكلمتين هذه أصلها عربي ومعانيها عربية واضحة لو ركزنا عليها. تروب تروب و دور. ماذا نفهم من تقريب لكلمة التروب؟ إذا ذكرنا التعريف السائد لدى الغرب للمصطلحات العربية، كلمة الجبر لعلماء الجبر إيش اسمها بالإنجليزي؟ الجبر. أنت عنده فكرة؟ الجبر نسي ديني ولكن مغير شوي. كذلك علماء العرب الأوائل جميعهم معروفين بنفس أسماء التحريف. فابن سينا مثلا يسمى أبي سينا. أبي سينا إذا سمعت كلمة أبي سينا فيقصد بها ابن سينا، فلاحظ الفرق في اللفظ. وهذا يستشهد لنا ما موجود لدينا في هذه الشاشة تروب أدور. نرجع نقول ما معنى تروب من كلمة طرب. تروب طرب وطرب it means music melody singing. إذا تروب قد يكون أصلها طرب ونقول قد لأنها عبارة عن احتمالات بحثية. قد لا تكون كذا والزمن لا يبارك كوجود قاموس يثبت ذلك شيئا. Okay. So طرب is تروب and دور. Door is easy. I am sure that you know it. You know it. What is door?